الحمد لله الملك، الحمد لله المالك، الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت الدائم الحي الذي لا يموت. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، حمدا كما يحبه ربنا ويرضاه. يا رب لك الحمد كما حمدت نفسك، وكما حمدك حملة عرشك، وكما حمدك ملائكتك المقربون والأنبياء والمرسلون وعبادك الصالحون. لك الحمد ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، سنتحدث عن ثلاث وقفات أرجو الله عز وجل أن ينفع بها. وقفتنا الأولى عن نعمة عظيمة، أقول والله لولا الله ثم هذه النعمة ما اجتمعنا في هذا المسجد لنصلي الجمعة. إنها نعمة الأمن يا عباد الله. الأمن نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من فقدها، ولذا امتن الله عز وجل بها على عباده فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن هي مطلب كل أمة وغاية كل دولة، من أجلها جندت الجنود ورصدت الأموال، وفي سبيلها قامت الصراعات والحروب. إنها نعمة الأمن. وما أدراكم ما نعمة الأمن التي كانت أول دعوة لأبينا إبراهيم عليه السلام، حيث قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم إبراهيم نعمة الأمن على نعمة الطعام والغذاء لعظمها وخطر زوالها. ووالله وبالله وتالله، إن أشهى المأكولات وأطيب الثمرات لا تستساغ مع ذهاب الأمن ونزول الخوف والهلع، وذلكم أنه لا غناء لمخلوق عن الأمن مهما عز في الأرض أو كسب مالا أو شرفا أو رفعة. أيها الكرام، إن نعمة الأمن هي منة الله على هذه الأمة المباركة، على هذه الأمة المرحومة. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. وقال عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إن نعمة الأمن يا عباد الله تشكل مع العافية والرزق الملك الحقيقي في الدنيا. فعن عبد الله بن محصن الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي بسند حسن. في رحاب الأمن يا عباد الله يأمن الناس على أموالهم، وفي رحاب الأمن يا عباد الله يأمن الناس على محارمهم، وفي رحاب الأمن يأمن الناس على أعراضهم. وفي ظلال الأمن
يعبدون ربهم ويقيمون شريعته ويدعون إلى سبيله في رحاب الأمن وظله، في رحاب الأمن وظله تطيب الطمأنينة، بل تعم الطمأنينة النفوس ويسودها الهدوء وترفرف عليها السعادة وتؤدى الواجبات باطمئنان من غير خوف هضم ولا حرمان. ولذا نبعث من هذا المكان رسالة شكر وعرفان وحب ووفاء إلى جنودنا البواسل على الحدود. شكر الله لكم وبيض الله وجوهكم ورفع قدركم وأعزكم وأخلفكم في أهليكم خيرا وردكم إلينا وإلى أهليكم سالمين غانمين. فلنحافظ على هذه النعمة، لنحافظ على هذه النعمة، ولنكن يدا واحدة مع ولاتنا لتحقيق الأمن من كل عابث وفاسد وحاقد يريد التخريب والتقتيل والتكفير والتفجير. عباد الله، إن كل واحد منا له بيتان، بيت صغير وبيت كبير. فبيته الصغير الذي يسكن فيه مع عائلته وأسرته، وبيته الكبير وطنه الذي يؤويه. فلنحافظ على بيتنا الكبير ليسلم لنا بيتنا الصغير، ولنكن يدا واحدة نتعاون على الخير والبر والتقوى والهدى. اللهم أدم علينا أمننا وأماننا وثبت إيماننا وانصرنا على القوم الظالمين، اللهم آمين. أما وقفتنا الثانية فهي مع جند من جنود الله، ما يحصل ونراه يوما بعد يوم من حوادث في البر والبحر والجو، يموت فيها جماعات في لحظة واحدة، إما زلازل أو براكين أو عواصف وأعاصير أو سيل يجرف كل ما يكون في طريقه. فسبحان الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والمسلم يا عباد الله بما يحمله من عقيدة التوحيد يعلم أن الضر والنفع بيد الله العزيز الحكيم، وأن ما يجري إنما هي لحكم يعلمها الله ويريدها الله، علمها البشر أو غابت عنهم. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أيها الكرام، إن الريح والأعاصير والغبار رسل ونذر من عند الله وآية من آياته، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهي كذلك جند من جنود الله، ينصر بها من يشاء ويعذب بها من يشاء. ففي غزوة الخندق صارت الريح جندا ونعمة للمؤمنين وعذابا ودمارا على الكافرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. حتى نادى أبو سفيان وقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء. وبمقابل ذلك إذا شاء الله جعلها رحمة وجعلها رخاء وجعلها لقاحا. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات
وليذيقكم من رحمته. وصدق الله إذ يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أيها الكرام، ولعظمة الريح ولعظم شأنها، فقد أقسم الله بها في كتابه، فقال سبحانه: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. وجعلها الله برهانا على ربوبيته وألوهيته، فقال: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وبالجملة، فحياة ما على الأرض من إنسان ونبات وحيوان قائمة على الرياح. فلولا تسخير الله لنا، فلولا تسخير الله الرياح لنا، لمات النبات، وهلك الحيوان، وفسد الطعام، واختنق الإنسان. فسبحان من سخرها، وسبحان من أرسلها، وسبحان من سيرها. لذا ورد النهي عن سب ولعن الريح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. أيها الكرام، لنعتبر بما يجري حولنا، ولنتب إلى الله، فليس بيننا وبين الله نسب. فالعظة العظة، والعبرة العبرة، إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى وسلم عليه الله. أما بعد، عباد الله، أما وقفتنا الثالثة، وبما أن الدراسة على الأبواب، فيسرنا أن نبعث هذه الرسالة إلى إخواننا المعلمين الذين هم حماة الثغور ومربو الأجيال وغراس المدارس، بل والمجتمع كله. هم المستحقون لأجر الجهاد وشكر العباد والثواب من الله يوم المعاد. إن الحديث عن المعلمين حديث ذو شجون، فسلام من الله عليكم، وتحيات مباركات تزف إليكم، وثناء عليكم يزف كالمسك لكم. لأن الحديث عن المعلمين حديث عن العلم والتعليم، فيحسن للمعلم أن يستحضر هذا المعنى العظيم، لأن ما يقوم به المعلم وأهل العلم عامة في سبيل العلم يرفع ذكرهم ويعلي شأنهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيها المعلم، أيها المعلم، وأيتها المعلمة، والله يكفيكم شرفا، ويكفيكم فخرا، ويكفيكم عزا، ويكفيكم مكانة هذا الوسام وهذا التاج وهذا الشرف. واسمعوا يا رعاكم الله، اسمع أيها المعلم، واسمعي أيتها المعلمة،
اسمعوا يا من تعلم الناس الخير، اسمعوا يا من تعلم أبناء المسلمين، اسمعوا وافرحوا واستبشروا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. حديث حسن صحيح. صدقوني يا عباد الله، بعد هذه البشارة وهذا الحديث العظيم لا أستطيع أن أقول شيئا أو أزيد أي كلام سوى أن أقول احتسب أجرك أيها المعلم، فأنت على ثغر عظيم، وكن قدوة بفعلك قبل قولك، ولك منا الدعاء ومن الله الأجر والثواب، وصرف الله عنا وعنكم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وأثابكم الله على ما تقومون به خير الثواب وأتمه وأوفاه. هذا، وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك الإله، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وديارنا وأمننا ومقدساتنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم يا سميع الدعاء ويا واسع العطاء ويا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، احفظنا جميعا بحفظك وكلأنا برعايتك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر جنودنا على الحدود. اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا، وأرجعهم سالمين غانمين. اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا، اشف مريضهم وداوي جرحاهم وتقبل شهيدهم يا سميع الدعاء. اللهم دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا نحبك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيري الدنيا والآخرة. أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.